النهارده بنبتدي معاكم مع فقرتنا الطبيه اللي هنتكلم فيها عن الفيتامينات واهميتها بالنسبه لصحه المراه بشكل عام. وبيسعدنا تكون ضيفتنا للحديث عن هذا الموضوع في حلقتنا النهارده دكتوره وئام خيري، اخصائيه امراض النساء والتوليد باسوان. اهلا بيك يا دكتور، شرفتينا. دكتوره وئام، موضوع الفيتامينات موضوع مهم جدا بالنسبه للستات. الستات مقسومه اتنين، نصهم مهتم جدا بموضوع الفيتامينات وعندهم حالة شراهة شرائية فظيعة وبنجري عليه زي المكياج كده، وكل شوية نروح نجري على الأحدث ونشوف أحدث حاجة في الفيتامينات إيه، وممكن ناخد كل الفيتامينات مع بعض في وقت واحد في أي سن بقى في أي حاجة مش مهم. والنص التاني من الستات مش سائلين في الحكاية دي خالص، ومش بيدوروا احتياجاتهم إيه، ولا هم في سنهم مثلا ده محتاجين لفيتامين إيه. لو حبينا نتكلم عن الفيتامينات في البداية بشكل عام هنقول عنها إيه؟ هي اهم حاجة لازم تعرفها الست قبل ما نتكلم على الفيتامينات بحد ذاتها، ان في فرق بين الفيتامينات وبين المعادن وبين الاحماض الدهنية. تمام. هي الاحماض الدهنية اللي هي معروفة كل الستات بتستعملها، منها الاوميجا، اوميجا 3. الاوميجا 3 ده يعني ده مش فيتامين، الناس متصورة انه فيتامين، الناس متصورة انه الستات يعني خاصة انت لازم تديني فيتامين اوميجا، فيتامين اوميجا 3. فلا، اوميجا 3 ده احماض دهنيه موجوده في زيت السمك، زيت كبد الحوت بشكل اخص يعني. وفايدتها بقى ان هي بتغذي الاوعيه الدمويه وبتدعمها، خاصه الاوعيه الدمويه اللي بتغذي الدماغ واللي بتغذي القلب وبتساعد على عمليه الحرق والايض. يعني مش من الحاجات اللي بتساعد، بس هي مش اساسي، بتعمل حرق وايض. لكن لما تجيش تقولي انا مثلا عايزه اخس فادوني بقى اوميجا عشان اخس، فيش الكلام ده. فده رقم واحد. رقم اتنين، المعادن. المعادن الفرق بينها وبين الفيتامينات ان المعادن دي مواد غير عضوية، يعني مش موجودة في اصل الجسم، دي حاجات موجودة من برة انا بحطها في جسمي بيحتاجها الجسم. غير الفيتامينات، الفيتامينات هي مواد عضوية، خلية الانسان ربنا حاطط فيها فيتامينات. تمام. حتى لما انا باجي اخد فيتامينات من بره، لو اخدتها من مصدر حيواني، خليه الحيوان موجود فيها الفيتامين اللي انا محتاجه. طب لو رحنا للمعادن اللي قلنا انها مش موجوده اصلا في جسم الانسان زي ايه؟ المعادن اللي مش موجوده في جسم الانسان في معادن صغيره وفي معادن كبيره. المعادن الصغيره زي الحديد، النحاس. المعادن الكبيره زي الكالسيوم، المغنيسيوم، وكل الستات عارفين فايده الكالسيوم والمغنيسيوم. طب يعني دي مش موجوده في جسمنا؟ لا لا، ولا موجوده بس بناخدها من بره، بناخدها من الطعام، بناخد الحديد من الطعام كده. او ساعتها زي ما حضرتك قلتي فعلا، ان انا بشتري كبسولات او مواد اللي سبلمنتري من بره لجسمي. لكن فيتامينات اسم فيتامينز دي موجوده في خلقه ربنا، في خلقه ربنا كده. زي ايه الفيتامينات؟ زي في فيتامينات، في يعني برضو حتى العلماء مقسمين الفيتامينات نوعين، في فيتامينات اللي هي بتدوب في الدهون، في فيتامينات بتدوب في الميه. الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون اللي هي لما اجي اخدها من بره او اكلها من بره لازم يبقى في شيء دهني مساعد لامتصاصها، زي فيتامين كي، فيتامين دي، فيتامين اي، فيتامين اي. ودول اهم فيتامينات برضو بتحتاجهم الست في مراحل العمريه مختلفه. الفيتامينات اللي بتدوب في الميه، فيتامين بي، فيتامين بي بقى بانواعه، وخاصه فيتامين بي 7 البيوتين اللي الستات مش بتفرق بينه وبين فيتامين د اللي أيوة. هو ايه، انا شعري بيقع يا دكتوره، انا هروح احلل فيتامين د. صح. او عندي وهن، او ده انا كنت يعني من اهم من الملفات اللي كنت محتاجه ان انا اتكلم مع حضرتك فيها موضوع فيتامين د. لا، فيتامين د عامل للناس جنان. من غير ما تعمل تحاليل، من غير ما تعرف هي جسمها فيه نقص ولا لا، بتروح بتشتري فيتامين د بكل اشكاله. ده صحيح. اصل شعري بيقع فاخد فيتامين د. عندي وهن اخد فيتامين د. بشرتي مش عجباني ومش نادره، اروح واخده فيتامين د. هل ده صح ولا لازم انا اعمل التحليل الاول واشوف انا جسمي محتاج له ولا لا؟ هو بغض النظر عن التحليل، هو الفيتامينات لما قلت لحضرتك ان هي مواد عضويه موجوده في جسم الانسان، فزي ما ربنا حطها في جسم الانسان حط معاها علامات ومؤشرات بتدل ان احنا عندنا نقص في الفيتامين ده. زي ايه؟ زي مثلا لو انا بصيت، لو واحده ست جايه تكشف مثلا عندي، بصيت لوشها هعرف نقص الفيتامين د او اي فيتامين من وشها. مثلا لو لقيت عينيها منتفخه،
في انتفاخ في العين ده يعني في كده هي تحت عينها كده منتفخ ولا حاجه، ده نقص معدن مش فيتامين، ده نقص معدن اليود ضمن العين. لو لقيت وشها شاحب يعني مصفر، يعني الست متعوده دايما مثلا في شويه احمر وشها شاحب ومصفر، ده معناه نقص فيتامين ب12. لقيت دايما هنا في تقرحات او اللثه مش سليمه، اللثه اللي مش سليمه ده نقص فيتامين سي، يعني ده الاول وهله. لقيت شفايفها لونها مبيض كده ابيض، ده معناه نقص في الحديد، ده معادن. يعني من بصه واحده لوش الست عرفنا عندها نقص معدن ايه، نقص فيتامين ايه. واللي بيأكد طبعا التحاليل بعد كده لما بتعمل التحاليل عشان كده ضرورية ومهمة ان احنا كل فترة لازم نعمل التحاليل. تمام. فيتامين د موجود اصلا في الجسم زي ما قلت لحضرتك، لانه هو فيتامين يعني عضوي، يعني ربنا اصلا حطه في الجسم. طب حطه في الجسم على شكل ايه؟ كوليسترول. كلنا عندنا كوليسترول، كل الستات بتخاف لا انا كوليسترول هيزيد، لا انت روحي اقعدي في الشمس، روحي مثلا خدي كالسيوم، روحي خدي فيتامين كي، فيتامين كي بيحب فيتامين الدال والكالسيوم بيعززهم، هيخلي البشره احسن. اهو في فيتامين ما ينفعش ناخده من غير فيتامين تاني معزز ليه، اعتقد فيتامين في فيتامين مش متذكره لازم اخد معاه فيتامين تاني علشان هو ده اللي بيدخله جوه العضل. ممكن المعدن، المعدن يعزز فيتامين د، الفيتامين كي بيعزز امتصاص فيتامين د من الامعاء. ايوه زي ما حضرتك قلت فعلا. فيتامين كي بيعزز امتصاص فيتامين د من الامعاء وبياخد الكالسيوم من بعد كده وبيوديه للعظم. هي دي ان احنا لما بناخد حقن كالسيوم او بناخد فيتامين كالسيوم خارجي ما ينفعش اخده لوحده، لازم اخد معاه فيتامين تاني عشان هو ده اللي بيدخله جوه العظم ويخلي الجسم يستفيد منه. صحيح. في فيتامين الحديد برضو، فيتامين سي بيعزز امتصاص الحديد، يعني لو انت خدتي نص قرص فوار مع كبسوله الفيتامين ممكن ايه يعزز امتصاصه. طيب. ويزود في الدم. احنا عايزين ننهي كلامنا الاول عن فيتامين د وفكرته وازاي ناخده، وبعدين نروح لفيتامين سي لان هو تاني فيتامين الستات بتجري عليه من غير ما تتاكد هي محتاجه له او لا. صحيح. فيتامين د زي ما قلت لحضرتك هو موجود على شكل كوليسترول في الدم او في الجسم، لما بتطلع للشمس او لما بتاخد حاجه معززه ان هي تحول الماده الكوليسترول للفيتامين د ساعتها ايه بيزيد في الدم. طيب احنا كيعني محجبين ما بيبانش مننا غير الوش والايدين، فاحنا مش بنتعرض للشمس، فده بيؤدي الى نقص فيتامين د بشكل كبير في بلادنا الاسلاميه. طب ايه الهوجه اللي حصلت فجاه بقى لنا مثلا سنتين ثلاثه والحديث منصب كله على نقص فيتامين د؟ اشمعنى دلوقتي افتكرناه؟ او يعني انا ساعات بحس ان المساله فيها معامل تجاري شويه. ما هو معامل تجاري ومعامل ده اساسي، ده موجود في كل حاجه. يعني انا لو انا عامله شركه وبصنع فيتامين د فانا محتاجه اروج لها، فهروج ازاي؟ هروح اخلي المعامل تسهل عمليه ان انا اعمل تحليل لفيتامين د. فكل الستات دلوقتي ايه، هعمل تحليل فيتامين د، هعمل تحليل وماله، هو مفيد وكويس ومش وحش ان احنا يبقى عندنا وعي ونشوف، بس ما تبقاش كل حاجه عندنا مشكله في صحتنا نروح كلها نصبها على ان انا عندي نقص فيتامين د. لازم الدكتور اللي يقول كده ولازم التحليل. يعني انا لما بتيجي حاله لما انا بعرف ان هي عندها نقص فيتامين ب7 اللي هو البيوتين، من الاعراض اللي هي بتقولها بتاعه نقص فيتامين د، تقول لي طب ما يمكن انا عندي نقص فيتامين د، نعمل تحليل فيتامين د نلاقيه سليم كويس. لكن لما نعمل تحليلات اللي هو بتاعت فيتامين ب12 او ب7 او ب6 اللي محتاجاهم الست فعلا بنلاقيها لا ناقصه جدا. طيب فيتامين د كمان بيتاخد كفيتامين خارجي باشكال كتيره جدا، في نقط وفي كبسولات وفي حقن وفي حاجات كتيره جدا، يعني الاسرع والاسهل والافيد بالنسبه للست يبقى. الست محتاجه في اليوم 1500 انترناشونال يونت، يعني وحده عامله عالميه من فيتامين د، لكن احتياج الجسم اليومي بدون مخزون، لان اي فيتامين ليه مخزون موجود في الجسم، احتياج الجسم اليومي هتبقى 5000 وحده انترناشونال يونت. لو خدت ال 5000 انترناشونال يونت يوميا 3 شهور متواصله وبعدين وقفت 3 شهور متواصله برضو، تعرف ان هي ماشيه بمستوى يعني مستوى جيد جدا في موضوع ان هي تعزز فيتامين د في جسمها. وبنأكد انه لازم ما تاخدش الكلام ده كله الا بارشادات الطبيب اكيد، لان تحت اشراف طبي، لان ما ينفعش مننا لنفسنا كده نقعد نعمل الارشادات دي وناخدها لوحدنا. اي زياده في الفيتامينات بتعمل توكسيسيتي يعني تسمم، لان الكلى مش بتستحمل الكميه الكبيره دي من الفيتامين د او فيتامين سي او اي فيتامين اخر. عايزين نروح للفيتامين الاخر اللي برضو مجنن الستات، هو فيتامين سي.
وهل هو برضو ناقص في الجسم بشكل قد ايه، وممكن ناخده من مواد غذائية ازاي، ولو هناخده قراص هناخده ازاي. هو فيتامين سي اساسي موجود في النباتي، يعني اكتر حاجة عايزة تاخدي منها فيتامين سي اللي هو الفلفل الرومي الفلفل ده، الاخضر كل الوانه مليان فيتامين سي، والجوافة والجوافة والبرتقال والكيوي والجوافة والفراولة والكيوي. والمانجا، بس تمام اكتر ثلاثة الفلفل الرومي الجوافة المانجا تمام والفراولة برضو. طيب برضو نفس فكرة فيتامين د، انا لازم اعمل تحليل الاول واشوف انا عندي نقص فيتامين سي ولا لا، لا لا ولا ده فيتامين سي ده اللي باخده باستمرار خصوصا مع بداية فصل الشتاء عشان انتشار ادوار البرد. فيتامين سي ده هو الأساسي في عمل الكولاجين للست، ايوه لأن الست تحب الكولاجين والكولاجين يحب الست. طبعا ده هو اهم حاجة في الحياة، احنا أيوة ما نبقاش حاجة من غير الكولاجين بالظبط. يعني. فبعد سن ال20 أنا لازم أعزز الست بفيتامين سي، لأن هي الكولاجين بيبتدي يقل منها، فتيجي تشتكي مشاكل في البشرة، مشاكل في الأمعاء، مشاكل في المناعة، التهابات على طول، التهابات مهبلية، التهابات في الجلد، التهابات في أي مكان تاني. طب ايه علاقة فيتامين سي بالكولاجين يا دكتور؟ يعني هو بيخش في تكوينه، هو بيخش في تكوينه. فالكولاجين ده انا اكتر حاجه ممكن اجيب منها برضو اللي هو اللحوم الحمراء دي مليانه بالكولاجين. فوانس ان انا عززت الفيتامين سي هعزز الكولاجين اللي هي محتاجاه الست، فمش هتيجي تشتكي لي من معظم الحاجات اللي احنا قلنا عليها. وبرضو فيتامين سي ده مهم علشان البشره، يعني اي حاجه بتهم بشره الست دلوقتي يعني بتهمني جدا. طب ساعات يا دكتور بيعملوا ايه؟ الفوار بتاع فيتامين سي المفروض ان احنا هنشربه، هم بيدخلوه في الكريمات ونحطه على بشرتنا او بنعمل منه ماسكات، ده هل ده ممكن، صح؟ ده صحيح، ده صحيح. وفي سيرم وفي كريمات معززه بفيتامين سي، يعني ده من الحاجات اللي انا اقدر اقول للست انت ممكن تاخدي فيتامين سي منها. بس الغلط ان هي تاخد فيتامين سي اللي هو طالع في بالوريد، ده علشان بتفتح بشرتها، ففي حاجه اسمها لا ده انا اخد فيتامين ده، ودارج كمان الايام دي يعني زي ما احنا بندور على بتاخد فيتامين ده فيتامين سي حقن حقن علشان بشرتها بالتحديد، تفتح ده البشره، مش صح. ده غلط، ده غلط خالص. ويعني ممكن اعوذ بالله ممكن يقلب على حاجات وحشه. طيب فكره الكريمات اللي فيها الفيتامين سي والسيرم اللي فيه فيتامين سي، هل ده حقيقي ولا سمعت قبل كده دكتوره برضو امراض جلديه بتقول ان الكلام ده مش مظبوط، والمفروض ان انا لو هاخد فيتامين سي اخده قراص؟ لا ممكن يعني عادي يعني. لا الست بتحتاج زي ما قلت لحضرتك 500 ملي جرام فيتامين سي خارجي، القرص الفوار ده فيه قد ده ايه؟ فيه 1000. ده فيه 1000، فانا ناخد بحتاج نصه نص يعني، القرص لا الفوار، احنا بنحطه بقى في الكوبايه احنا وبنعيش بنحطه يعني. كله بناخد ال1000 كلها. بس لا انا هاخد 500 من القرص الفوار، وهاخد 500 من التغذية اللي انا قلت لحضرتك عليها، لان انا ما ينفعش اخدها كلها من القرص الفوار. فده الصح لو هي عايزه تمشي ان هي معززه بفيتامين سي، زي ما قلنا ان هي تبقى معززه بفيتامين د تمشي عليه 3 شهور، لا فيتامين سي هتبقى يوميا مع المخزون بتاعه اللي موجود، فهي هتاخد النص القرص الفوار والنص التاني اللي هي 500 و500 كده، ايه ال1000 بتاعت الفيتامين سي في اليوم الحمد لله. لكن طيب اخدت القرص الفوار كله، طب انا كده لو اخدت 1500 زياده، هيبقى زيادة. لو اخدت اكل هيبقى زياده جدا على الجسم وعلى الكلى برضو. طيب هي اكتر فيتامينات محتاجاه 4 فيتامينات اكتر حاجه محتاجاها الست، احنا لو هنتكلم على الستات بس في ايوه الفيتامينات، رقم 1 فيتامين د زي ما احنا قلنا، رقم 2 فيتامين سي، رقم 3 فيتامين كي، رقم 4 فيتامين اي. لان الفيتامين اي مع معادن برضو المغنيسيوم بتعزز بشره الست، وبتخليها العين كمان الابصار ما يبقاش فيه عشاء ليلي بعدين، فده مفيد جدا، موجود في الجزر وموجود في اي لون اصفر، يعني برضو المانجا. حابين نقول ان كل مرحلة عمرية وليها فيتاميناتها اللي بتحتاج لها، صحيح، يعني اللي بتحتاجه الست وهي البنوتة وهي لسه في سن المراهقة، غير اللي بتحتاج له لما بتكبر شوية تدخل في مرحلة الحمل والولادة، غير اللي بتحتاج له بعد ما بتدخل في سن ال40 وهي ماشية بعد كده. كل مرحلة عمرية ايه احتياجاتها من الفيتامينات؟ ده كده احنا بعد ما اتكلمنا على شكل كل حاجة وفايدتها، فاحنا كده تبقى سهل جدا ان احنا نعرف ايه المرحلة العمرية محتاجة ايه. خلاص احنا نبدأ بقى مش وهي مراهقة، ده احنا نبدأ من هي طفلة. يعني لو هي طفلة هتحتاج ايه؟ فيتامين د، كالسيوم، مغنيسيوم، اي حاجة بتبني العظم علشان تطول، علشان توصل لمرحلة معينة من الطول، علشان تعزز الجلد، عشان تعزز النظر، فهناخد فيتامين ايه كمان. ده لو هي طفلة. كبرت شويه وبقى في اللي هو المراهقه، مرحله المراهقه، فهتبني بقى انثى،
محتاجة حديد محتاجة أعتقد. ومحتاجة حاجات برضو تعزز الدهون في الجسم، لان انا هخديها دهون وفيتامينات، بتحب الدهون اكتر حاجة يعني، هو نفس فيتامين د وفيتامين وكالسيوم ومعادن وفيتامين بي والكلام ده كله، وهعزز لها حاجات الفيتامين اي علشان الموبايل، فيتامين اي يعني بيعزز الموبايل بشكل كبير جدا، لان البنات هي بقى داخلة في بيجيبوها يا مرحلة دكتور بدل ما تاخده علشان يعزز صحتها الجسمانيه من جوه، بتاخده تحطه على وشها. احنا اهم حاجه عندنا وشنا، يعني نجيب فيتامين اي نروح احنا حاطينه على بنلف نلف الكريمات ونرجع لوشنا بالظبط، نعمل ماسكات نروح حاطين عليها الكبسولات بتاعت فيتامين فيتامين اي اي بنقصها ونقعد نعمل كده. الفيتامين سي برضو بنحطه في ماسكات ونحطه على وشنا، ما بنهتمش بجسمنا من جوه قد ما بنهتم بوشنا. بشرتنا، لا هي فترة المراهقة ده، هي داخلة فترة بلوغ، محتاجة فيتامين اي، لا مش للوش، الحاجة للوش دي هنسيبها لبتوع الجلدية، لكن لا احنا محتاجين حاجة تتاخد بالفم تجري في الدم توصل للمبايض، وصلنا لمرحلة البلوغ تبقى صحتها سليمة، بطانة رحمها سليمة، معاها حمض الفوليك، معاها الأوميجا، معاها كل الحاجات اللي بتحتاجها البنت، وهتظبط التغذية كلها، تعزز الفواكه خضروات، لأن مش كل الفيتامينات موجودة بشكل كبير في الفواكه والخضروات، فيتامين بي 12 مش موجود غير في اللحوم، فطالما انا محتاجه فيتامين بي 12 يبقى اخليها اللي هي بتقرف من اللحمه، لا دي تاكل لحمه، تاكل كبده، اي حاجه في اي شيء يطلع من الحيوانات بيبقى موجود فيه فيتامين بي 12. هي محتاجه فيتامين بي 12 في ايه؟ ان هي بيزود كريات الدم، لان انا داخله في مرحله انها تنزل لها دوره، فانا مش ينفع يبقى عندها انيميا، خاصه ان نزول الدوره بتقلل كميه الدم اللي في الجسم، فلما هي تاخد فيتامين بي 12 كريات الدم هتبقى اقوى واحسن، وما تبقاش عندها انيميا، لان لما بقول لحضرتك في البدايه لما هي تخش عليا الحاله وشها اصفر اعرف ده نقص فيتامين بي 12 على طول. وبرده فيتامين بي 12 من الفيتامينات اللي الستات بتحب ان هي تاخدها كتير، بتاخدها في صوره حقن اللي هي بي المركب، بي المركب بيبقى فيه علشان بي 12. الاعصاب. ايوه بنوصل لسن كده بنبقى اعصابنا مش مظبوطه، مش قادرين نتحكم في حاجه في ايدينا، ساعات نمشي نقع، نحس اعصاب رجلينا فيها ده مشكله، صحيح. فبنقعد ناخد فيتامين بي 12 وغالبا بيبقى حقن، وبيبقى كورس خلاص الستات حفظت بياخدوه 3 شهور حقنه كل اسبوع، ويتوقفوا 3 شهور ويرجعوا ياخدوه تاني. ده كمان لو عندها السكر يبقى اه اخطر واكتر اخطر، اه لان اه السكر بيعمل التهاب اعصاب طرفيه، ايوه ففيتامين بي 12 بيحميني من التهاب الاعصاب الطرفيه. التوتر بتاع اللي هي برضو احنا لسه في مرحله المراهقه ثانويه عامه والكلام ده كله، برضو محتاجه فيتامين بي 12 علشان اقوي بيه الاعصاب، هتقدر تسهر، هتقدر تذاكر، هتقدر تستوعب، هظبط الغده بتاعتها، ما هو معظمهم ما بياكلوش السمك، لا انا بقرف من السمك، انا ما باكلش السمك مراهقه، لا تقول لها لا السمك فيه في اليود، اليود انا محتاجاه علشان الغده، طول ما انا ما باخدش يود وببعد عن الاملاح علشان ما تخنش، فانا كده مش هعزز الغده، الغده الدرقيه دي لو حصل لها خمول ده كده الجسم كله هيبقى بيتلخبط محتاج كله طبعا. بيتلخبط، فانا بديها اليود، هقول لها تاكلي اسماك، يبقى كلت اللحوم، كلت الاسماك، كلت الخضروات، كل ده من بره زي ما قلت لحضرتك، لكن انا مش بدي الفيتامينات بشكل اللي هو المالتي فيتامينز اللي الستات بتروح تجري عليه زي ما حضرتك قلتي في البدايه، طب انا هروح اشتريه ولا اطنش خالص، لا مالتي فيتامينز دي مش بتتاخد الا لو في فيتامين معين انت محتاجاه، لا انت تاخدي فيتامين معين، ما تاخديش المالتي فيتامينز. بعمل تحليل واشوف ايه اللي ناقص عندي واخده بالتحديد مش اي براحتك، حاجه وخلاص. او لو ما عملتش تحليل انا لقيت اللي هي الانجلز دي اللي بتاعت الفم في تقرحات، دايما دايما اعرف ان دي نقص فيتامين بي 6 تقريبا او بي 12، لو لقيت اللي لسه عماله تجيب دم، عماله فيتامين نقص سي، فيتامين بعززها فيتامين سي، بديها طب بكتبها دكتور فيتامين سي. فيتامين سي هل بيفضل الفوار ولا الكبسولات؟ اي حاجه مش فاهم. هو معظمها فوار، فالاحسن هو الفوار دلوقتي. طب انا بقى برضو عايزه اروح لاوميجا 3، وبرضو فكرة ان الستات بعد ما بتكمل سن الـ40 ان هي محتاجة وبشدة محتاجة اوميجا 3، حقيقي فبنبتدي ندور عليه، وغالبا كمان بنجيبه هو والبيوتين بنبقى محتاجينه قوي قوي، وبنقعد نجري عليه في السيدرات ونحب نجيبه من بره صحيح، عشان المستورد منه افضل. ده حقيقي، يعني اي حد مسافر بره ونبي انت جاي هات لي اوميجا 3، ونبي انت جاي وبيوتين هات لي بيوتين، بيوتين ولو جاب لي بيوتين يبقى حد عظيم جدا، يعني احلى هدية. ايوه احلى هدية هي ايوه البيوتين. ده حقيقي. هل فعلا احنا بنحتاج لده ولا برضو ده لا بعد مجرد؟ الـ40 زي ما حضرتك قلت فعلا احنا محتاجين لبيوتين ومحتاجين لأوميجا،
لان زي ما قلت لحضرتك الاوميجا ده بيقوي الاوعيه الدمويه اللي رايحه للدماغ، يعني بيحميني ان انا بيحصل اعوذ بالله زهايمر ولا على المدى البعيد. يعني انا بحط مخزون حلو بعزز جسمي بيه علشان خاطر اللي هيجي بعد كده اللي بس هل بناخده تحت اشراف طبي ولا عادي وارد ان احنا ناخده لا من ممكن النفسية؟ ناخده عادي. ناخده عادي. هو النصيحه دلوقتي ان هي ما تاخدش حاجه اسمها مالتي فيتامين. يعني ما تجيش تقول لي انا مثلا بدون يعني بدون ذكر اسمها حاجه شبه سنترم مثلا، تقول لي انا باخد سنترم ده فيه مالتي فيتامينز، ده مش هينفع. ما كده انت هتاذي لك. ما فيش حاجه في الدنيا اسمها مالتي فيتامين، والا كنا حطينا الاكل كله على بعضه وكلناه مع بعضه وخلاص. بالظبط، ما كل هي شبه اكل كده. وليه في حاجه ماده معينه انا هي الكتيره فيه، فباخد ده لما بكون محتاجه له. لكن فكره ان انا يلا بقى هاخد كل حاجه مره واحده وخلاص، حتى يعني منطقيا ما تمشيش. لا ما بتمشيش خالص. فلو هتاخديه هتاخدي معادن اكتر. المعادن دلوقتي بقت موجوده في الملح، اليود موجود في الملح، في ملح معزز باليود، موجود فيتامين د بقى موجود في عصير، في عصيرات موجوده في الصيدليات مخصوص ممكن تشرب على اساس هي فيتامين د. المغنيسيوم موجود في الموز، المغنيسيوم البوتاسيوم موجود في الموز بشكل كبير. بحس الموز ده صيدليه لوحده، يعني مليان فيتامينات، مليان. لا والبوتاسيوم كمان مهم جدا لانه بيحافظ على قلويه الدم. فما تجيش تقول لي لا انا بجري شويه ولا بمشي شويه اقوم احس بايه الم في العضلات او تشنج في العضلات. فده يعني مفيد جدا الموز والبوتاسيوم لقلويه الدم. فزي ما فرقنا بين المعادن والفيتامينات والأحماض الدهنية لازم كل حاجة تتاخد بحساب. الفيتامينات زي ما قلنا ما بتتاخدش مالتي فيتامين على بعض، أنا بدي الفيتامين اللي انت ربنا حطه في جسمك بزوده. عندنا منه مخزون ربنا حطه وحاطط كمان منه مخزون، لكن لو نقص ده معناه انه فترة طويلة ناقص منك، يعني أكتر من سنة أو سنة ونص ان هو ناقص في جسمك، فبيديني علامات ان انت محتاجاها. لو محتاجه فيتامين د بتاخدي فيتامين د بس يعني بالشكل اللي انت محتاجاه بشكل مقنن كمان وبالكميه اللي محتاجاها. هتاخدي يعني قبلت ان انت خلاص هتبتدي في كورس فيتامين د هتمشي عليه 3 شهور وهتوقفي 3 شهور، ما تاخديش شهر وتقولي لا الحمد لله انا صحتي حديد ومبطل. يعني معظمهم كده اللي هو بناخد صحيح. هتاخدي كملي الكورس. ما انا مدمت تحت اشراف طبي يبقى انا همشي حسب ارشادات اللي الدكتور قايله لي بالظبط. بالظبط، ما احاولش بقى ان انا الف يعني. احنا بعد كده بعد مرحله البلوغ ومرحله المراهقه بنخش بقى في مرحله اللي هو ايه الخصوبه بتاعه الست السيده. بس عشان وقتنا تقريبا انتهى. هو بعد مرحله الخصوبه بقى اللي هو بعزز خصوبه فيتامين اي زي ما احنا قلنا بيبقى موجود في المكسرات اكتر حاجه. وبعد كده بخش في مرحله الحمل بقى والولاده. في الحمل اول 3 شهور انا بمنع نهائيا فيتامين اي عشان ولو هاخده بعد كده اثناء فتره الحمل انا ما باخده بجرعه معينه. طب ايه السبب يا دكتور؟ فيتامين اي بيشوه الطفل في اول 3 شهور خاصه لو موجود اللي هو الكبده، بنقول لها لا ما تاكليش كبده. شفتوا بقى يعني قد كده مهم ان احنا حتى الفيتامينات ناخدها بحرص وناخدها تحت اشراف طبي يعني. صحيح. فحتى في الحمل انا لو بديها بعززها بمعدنين مش بديها فيتامينات، لان انا مش عايزه اذي البيبي ولا كليه الام. يعني ده في ستريس على كليه الام اثناء الحمل، انا كمان مش هديها فيتامينات زياده، انا بديها حديد وكالسيوم. عايزين نبقى نعمل حلقه عن الفيتامينات والتغذيه السليمه واهميتها بالنسبه للست بعد سن الأربعين. صحيح. لان ده قطاع عريض من الستات، وللاسف يعني كل حاجه بيهتموا بالست في مرحله الحمل والولاده. بعد ما خلاص خلصت خلفه وخلاص بنبتدي نطنشها شويه، فاحنا محتاجين نهتم بيها في المرحله دي ونقول هي محتاجه ايه فيتامينات وتغذيه. ان شاء الله ده يبقى موضوع حلقتنا ان شاء الله. ان شاء الله. شرفتينا يا دكتوره ويام، احنا بنشكر حضرتك جدا. شكرا. بنشكر دكتوره ويام خيري اخصائي الامراض النساء والتوليد بوزاره الصحه واسوان. شكرا جزيلا ليكي، شرفتي. شكرا يا مدام نيفي.